لكن للحديث أكثر حول هذه التحركات ينضم إلينا من دبي رائد خضر، كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك رائد معنا. يعني بداية نتحدث عن البيانات التي صدرت قبل قليل بالنسبة لبيانات القطاع الخدمي وأيضا من منطقة اليورو، والملاحظ فيها بأن هذه البيانات ما زالت في نطاق النمو ولكنها جاءت أقل من المتوقع. ما هي الدلالات التي تعطيها، وأيضا كيف ستكون تأثيرها على قرار المركز الأوروبي في اجتماعه المقبل؟ بالتأكيد يعني الحديث هو أنه هذه البيانات التي صدرت والتي تعبر عن أنه منطقة اليورو التي تعاني من مستويات تضخم مرتفع، كذلك في نفس الوقت بدأت تعاني من عملية تراجع في نمو هذه المنطقة بنتيجة أسعار فائدة أعلى من يعني خلينا نقول أو مرتفعة وفي طريقها لمزيد من الارتفاعات. ولكن أعتقد نية المركز الأوروبي وكريستين لاغارد كانت واضحة بهذا الشأن، أنه التوجه نحو مزيد من يعني رفعات أسعار الفائدة، لأن التضخم هو العائق الأكبر بالنسبة للاقتصاد منطقة اليورو، وهذا لن يؤثر على قرار المركز الأوروبي القادم برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في اجتماعين القادمين على الأقل، وذلك يبعد نوعا ما السياسات النقدية ما بين المنطقة الأوروبية وما بين بنوك مركزية أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم رائد، يعني الملفت كان بيانات وظائف القطاع الخاص غير الزراعي التي شهدناها يوم الجمعة والتي جاءت بأعلى من التوقعات، هذا بالنسبة أيضا لبيانات البطالة التي جاءت ما زالت مرتفعة أيضا. لكن السؤال اليوم، إلى أي مدى سيكون هذا الأمر مؤثر على تحركات أيضا الفيدرالي الأمريكي؟ هل وصلنا إلى الذروة في ارتفاع معدلات الفائدة، وهل من الممكن أن يكون كما تسعر الأسواق بأكثر من 70% لتثبيت معدلات الفائدة في قراره المرتقب؟ يعني نحن عم نشوف انه البيانات حتى الان بمجملها تصب في صالح انه يكون في عندنا اسعار فائده اعلى بعض الشيء كمان من الولايات المتحده الامريكيه، وربما فرصه لرفع اسعار الفائده نحو مستويات 5.5% من قبل الفدرالي، ورفعت اسعار فائده ب 25 نقطه اساس وارده في اجتماعه القادم، خصوصا انه في عندي اكثر من يعني مجموعه من المخاطر التي تم ازالتها من السوق، على راسها كان سقف الدين الامريكي. بالنسبة لسوق الوظائف ومعدلات البطالة على وجه التحديد، فهي أمر طبيعي أنه كان عندنا الارتفاع الذي يحدث فعليا، وهو بنتيجة تشديد السياسة النقدية، وأنه في عندي أكثر من 50% من سوق العمل يتم تخديمه من القطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا القطاع تحديدا يتأثر بشكل كبير بعملية ارتفاع تكلفة الاقتراض، فبالتالي رح يكون في عندي ارتفاع في معدلات البطالة بنتيجة أنه هذا القطاع فعليا بدأ يشعر بأثر أسعار الفائدة الأعلى على تكلفة الأعمال، ومن ثم التوجه نحو تقليص الأعداد العمالة أو ربما ارتفاع في معدلات التسريح. ولكن ما نريد الإشارة إليه إلى أنه حتى هذه اللحظة يحتاج الفدرال الأمريكي إلى معدلات بطالة أعلى من 4.2% حتى يتحرك إن صح التعبير لتخفيف شدة السياسة النقدية. وفي نقطة أخرى أيضا، لاحظنا أنه أعداد الوظائف لا تزال كبيرة نسبيا وأعلى من التوقعات، وهذا يعطي أريحية للفيدرالي الأمريكي الذي يسعى إلى أن يقلص مستويات التضخم نحو المستهدفات عند 2%، وهي حاليا ضعف هذه المستهدفات عند قرابة 4% أو 4.5% من مستويات التضخم، بالتالي الطريق لا يزال أمام رفعة جديدة من الفدرالي الأمريكي. هذا صحيح رائد. يعني والملفت أيضا أنه هذا الأسبوع سنكون على متابعة بالنسبة لقرار المركزي الأسترالي، وما شاهدناه أيضا خلال الاجتماع الماضي من رفع بربع نقطة أساس، لكن ما قبل هذا الاجتماع كان بتثبيت، لكن اليوم المرتقب في هذا الاجتماع من بعد بيانات التضخم التي ارتفعت في آخر بيانات لها في مايو، هل من المرتقب أن نشهد عملية تثبيت للفائدة كما تسعرها الأسواق، وهل ممكن أن نقول بأن عمليات التشديد السياسة النقدية قد تقف عند هذا الحد بالنسبة للمركز الأسترالي؟ يعني إذا بدنا ننظر إلى المركز الأسترالي فهو عمليا متمهل بشكل كبير جدا بعملية تشديد السياسة النقدية، وذلك مرده بشكل واضح إلى أنه لا يريدون أي سبايك أو اختراق جديد
بمستويات التضخم بارتفاعها حتى لا تكون مؤرقة بشكل كبير جدا. وارتفاع مستويات التضخم أعتقد يعني في أستراليا تحديدا كان مترافق بارتفاع واضح بأسعار السلع حول العالم، ونحن نعرف اقتصاد أستراليا نعم. اقتصاد مرتبط بالسلع، فبالتالي استقرار هذا التضخم عند مستويات أدنى مطلوب جدا في الفترة القادمة، وخصوصا أنه يعني في نوع من الموسمية فيما يتعلق بأستراليا، كانت شهدت قطاع الأعمال ازدهار كبير في القراءات الماضية لأنه موسميا ما متعودين على هذا النمط من الإنتاج وهذا النمط من الاستهلاك، فبالتالي رفع أسعار الفائدة لن يكون يعني كبيرا ولن يكون مستمرا من قبل المركزي الأسترالي في الفترة القادمة. نعم، كل الشكر لك رائد على هذه التفاصيل، وأنت كبير الخبراء الاستراتيجيين بالنسبة في إكويتي جروب، شكرا على وجودك معنا.